أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ الله أكبر، الله أكبر. صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هو كده حلو كده كويس كويس كويس. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل عليك يا شاء الله. صلي على رسول الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ من عامل كوبري بين الاتنين تعمل انا بس.
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين
طيبت عليك يا مولانا، طيبت عليك. إلا تنصروه فقد نصره الله. شكرا شكرا. إلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن عيش مع رغد. آه بقى شويه. عيش بقى رغد. الناس بتسمع. الناس يعني بالتراوح. لا الناس بتسمع. عيش مع رغد. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما انت كده 10 10 ربنا يفتح عليك. الصلاه على النبي.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقابة فك رقابة فك رقابة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الحمد لله كل يجيب ربنا خير كل يجيب ربنا خير الحمد لله ربنا يحفظك ربنا لا الله أكبر
عليك وصلي وبارك عليك. اللهم صلي وسلم خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله ألم نجعل له عينين ولسانا
وشفتين وهديناه النجدين. نعم إخوة الإيمان، إنها لنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة، سورة البلد، حيث قد سعدنا بهذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والعربي. نعم إخوة الإيمان، إذا تأملنا في